أولى في المعرض، معرض فيه حاجات معروضة متصنعة هاند ميد، وفي ناس شغالين زي بتاع الفخار، زي بتوع المزيكا، زي أعتقد ده نول، ده النول التقليدي اللي كان بيشتغل عليه غاندي. أعتقد إنه لسه زي ما شايفين النول، إحنا طبعا عارفين في مصر الكلام ده، لكن هنا شغالين لسه شغالين، هي دوي عمالة تعمل على هذا. فاكرين ممكن معظم الجيل الحالي ما يعرفش النول، لكن هو ده النول اللي كان بيشتغل عليه غاندي، يعلم الصبر ويعلم الحكمة أيضا، إن الواحد عمال ينسج، وكل ما بينسج كل ما بيلاقي بيطلع قماش زي ما بنقول. النول بيحمل فكرة في التراث الهندي، لأنه كانت مرتبطة به المهاتما غاندي، وهو كان يعني بينسج عبر النول، بيعمل بيغزل الأمل وينسج الأمل. لما بكون بنتكلم وبنكتب بنقول اللي بينسجوا الأمل واللي بيغزلوا الأمل وغيره، ده ليه جزء أصيل في التاريخ. الناس اللي بتقرأ تاريخ وعارفين إنه الصبر سواء صياد أو بتاع نسيج أو بتاع غزل، اللي بيغزل بيه النول وبيشتغل هو ده اللي بيعلم الإنسان الصبر والحكمة. أعتقد إحنا طبعا في عصر مختلف تماما، لكن عايز أقول إنه كده بدأنا وكده الناس بدأت، وكده مش عايزين ننسى أصلنا تاني، لأنه زي ما أنا شايف في المجتمع الهندي محاولة للحفاظ على الأصالة. إحنا كنا إيه، ثقافتنا إيه، وصلنا لغاية فين. أنا يعني استمتعت جدا 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 بالحاجات اللي بشوفها، تراث حقيقي بيعكس عمق الثقافة الهندية والحضارة الهندية والكفاح الهندي، لأنه اللي وصلت له الهند مش صدفة، واللي وصلت له الهند مش حاجة قليلة، حاجة كبيرة جدا جدا. درس التجربة الهندية لابد أن تدرس، التجربة الهندية لابد أن تدرس. النهاردة أنا واقف، مش واقف جنب مسيرة، لا، المسيرة دي طلعوا وعملوا مسيرات وعملوا أقمار صناعية وصعدوا القمر وغيره، لكن ما زالوا محافظين على أصالتهم وحضارتهم